وزير النقل الدكتور هشام عرفات في حوار خاص في آخر النهار يكشف حقيقة رفع سعر تذاكر مترو الأنفاق للمرة الثانية، ويستعرض المشروع القومي للطرق وخطة تحديث مرفق السكك الحديدية حتى عام 2022 وكيفية خروج عربات الدرجة الثالثة المستهلكة من الخدمة. وفي نفس الحلقة مرشح الرئاسة لنادي الصيد ونقاش حول مشروع تطوير نادي الصيد وبرنامجه الانتخابي. انتظرونا مع خالد صلاح في آخر النهار الليلة 8 مساء على النهار.